الأول من آذار مارس، هل سيصبح ذكرى لحدث قد غير حياة العديد؟ في الذكرى الأولى لتشريع قانون الناجيات الإزدياد، دعونا نلقي الضوء على أبرز التطورات الحاصلة في تطبيق هذا القانون منذ إقراره إلى يومنا هذا، ولنستمع أيضاً إلى آراء النساء والفتيات اللواتي تحررن من قبضة داعش، وهن اليوم ينتظرن استرداد ولو جزء من حقوقهن التي نص عليها هذا القانون. لنستمع إليهن. تشكيل مديرية لشؤون الناجيات تطور جيد لكن غير كافي، وإحنا ما زلنا ننتظر المزيد. أختي من البداعش ما قالك معنا ديتن وبشتي مش بداعش هاتين ومخايم جي ما ديسا قالك معنا تعمل بينين. شعرنا بالإهمال عندما تركتنا حكومتنا لسنوات في قبضة داعش، واليوم نشعر بنفس الشيء عندما تتركنا في المخيمات. إن يكون عندنا سقف فوق رؤوسنا هو حقنا، ونحن ما زلنا ننتظر. حقنا وحق كل الناجيات أن نعيش بكرامة. منافي زارين المخيمات بعيش بمستقبل. قد حان الوقت لتفعيل قانون الناجيات، نطالب بتفعيله عاجلا وليس آجلا.